ولمناقشة هذا الملف والموقف الحكومي منه معنا من إسطنبول رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر السيد مصطفى كامل، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، حياكم الله ومرحبا بكم. حياكم الله الكرام. أهلا بكم. لماذا لم تعلن الحكومة حتى الآن نتائج التحقيقات حول الغارات الجوية التي طالت مواقع ميليشيا الحشد باعتقادكم؟ هذه العصابة المتحكمة بالعراق تعرف جيدا من الجهة التي قامت بكل الهجمات التي استهدفت مقرات الحشد، و يعني رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو أعلن شخصيا أو لمح إلى أن العراق هو من ضمن الأهداف التي توجه إليها مسيراته أو صواريخه في إطار المناكفة الموجودة بين العدوين الفارسي والصهيوني. المفارقة التي يجب أن نقف عندها جميعا هو أن فيما أحجمت سلطة المنطقة الخضراء عن ذكر الجهة التي يعني قامت بهذا القصف، بل أن رئيس وزراء هذه السلطة أعلن براءة العدو الصهيوني من هذه الهجمات، فإن الجامعة العربية تبنت قرارا بالإجماع، مقترحا عراقيا بالإجماع يقول أن أو يستنكر أو يدين الهجمات الصهيونية بالطائرات المسيرة التي تستهدف بعض الأقطار العربية. وهذا يعني من المفارقات المضحكة. يحدث هذا بينما لم يدرج البرلمان قضية قصف مقرات الميليشيا على جدول أعماله. نعم، هذه ولذلك أنا قلت لك أن هذه من المفارقات المضحكة التي تجري في العراق، ولا تشك أن البرلمان، هؤلاء البرلمانيون الذين يتحدثون عن بعنتريات فارغة، يعرفون جيدا أن إجراءاتهم لن تتعدى حدود هذه التصريحات الفارغة المحتوى والتي لا قيمة لها. الجميع يعرف أن ليس للعراق في وضعه الحالي قدرة على المواجهة، ربما يعني ليس مواجهة العدو الصهيوني ولكن بقوته المعروفة وإمكانياته العسكرية والغطاء الدولي الذي يتمتع به، ولكن لو تعرض لهجمة العراق لو تعرض لهجمة أبسط من دولة لها قدرات بسيطة لما استطاع الرد عليها. السؤال سيد مصطفى، لماذا لا تعلن الحكومة تورط الكيان الصهيوني في تلك الهجمات؟ هل لخشيتها من عدم القدرة على الرد؟ مع أن الرد قد لا يكون فقط عسكريا، ويمكن أن يكون رد في محافل دولية على سبيل المثال. ما الذي يمنعها من ذلك؟ يمنعها أنها تقوم على الفكرة التي ينادي بها خميني منذ 40 عاما، أو فتح بابها، وهو التصدي ومواجهة العدو الصهيوني، في حين أن الآن العدو الصهيوني جاء ليطرق أبواب أزلام أو عبيد هذا الولي الفقيه الذي يتحدث يوميا عن مواجهة إسرائيل فيما يقيم معها الاتفاقات الضمنية أو السرية. الآن ولذلك إذا أعلنوا أن هذا العدو الصهيوني هو من قام بقصفهم فيجب أن يواجهوه بشتى الوسائل، وهم كما قلت لك ليسوا إلا أدوات للتهريج والتصريحات التي لا قيمة لها. هناك من يتحدث عن مخاوف من تهديد الميليشيات للبعثات والمصالح الأجنبية في العراق، هل يمكن أن تفعلها ميليشيات؟ الميليشيات يعني تأتمر بأوامر الولي الفقيه وتتبعه بشكل تام، سواء ما كان منها على الخط الولائي كما يسمى أو على غير الخط الولائي، جميعها تتبع السياسة الإيرانية وتنصاع لها، وليس هناك فارق بين كما يسمى في بعض وسائل الإعلام الميليشيات العراقية والميليشيات الإيرانية. كل الميليشيات تؤدي دورا أدوارها المرسومة لها، وبالتالي إذا كان الولي الفقيه قد أصدر أو سيصدر أوامره بالتصدي لهذه أو مهاجمة هذه المقرات الدبلوماسية والعسكرية، فستحصل بعض الهجمات لكنها بالتأكيد لن تكون مؤثرة، وأنا على يقين أن هذه الهجمات
المؤثرة. هؤلاء ليس لديهم الشجاعة لمواجهة القوات الأمريكية أو التورط معها في حرب حقيقية على الإطلاق. طيب باعتقادكم هل تتفقون مع ما يقوله مراقبون عن أن محاولة ميليشيا الحشد صناعة عدو مفترض لإيجاد ذريعة لاستمرار وجوده، هل يحتاجون فعلا لذرائع من هذا النوع؟ أنا لا أعتقد أنهم يحتاجون إلى ذرائع من هذا النوع، لأن وجودهم الآن محمي بالقانون وبالدستور الذي يعمل في العراق أو الذي يعمل به في العراق، وبالتالي عندما وهذا الدستور وهذا القانون يعني متفق عليه دوليا بصرف النظر عن ما يقال هنا أو هناك من أن هذه الميليشيات إرهابية. أنت حينما تعترف بوجود دولة في العراق، ونحن لا نعترف بها طبعا، بس أقصد العالم عندما يعترف بوجود دولة وأن هذه الميليشيات هي جزء من القوات المسلحة لهذه الدولة، فليس من حق أي جهة في العالم أن تتدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى. نعم. شكرا لك سيد مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، كنت معنا من إسطنبول.